مبروك مبروك فوز النادي الاهلي النهارده 79 75 والاحتفاظ بالكاس والدوري للموسم الثاني على التوالي والدوري رقم 26 في تاريخ النادي الاهلي. الف مليون مبروك مجلس اداره النادي الاهلي، الف مليون مبروك الجهاز الفني بقياده طارق خيري، الف مليون مبروك اللاعبات، الف مليون مبروك جمهور النادي الاهلي. الحقيقه النهارده البطولات لا تنقطع، يتبقى بطوله واحده في الموسم للالعاب الجماعيه وهي كره السله رجال، نتمناها ان شاء الله تبقى البطوله الاخيره التي تدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. برحب بضيوفي المره الثالثه، كابتن محمد الف مليون مبروك. مبروك علينا يا كابتن هيثم. كابتن نبيل الف مليون مبروك يا كابتن نبيل. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وجماهير السله. نعم. بالنادي الاهلي. وكاس الدوري او درع الدوري بجانب كاس افريقيا النهارده لكره القدم، يعني يوم الحقيقه مشهود يعني او اسبوع مشهود لينا بالعديد من البطولات. كابتن محمد يمكن النهارده البنات استحقن الفوز بشكل كبير. طبعا. ادوا اداء جيد، تمسكوا بالفوز حتى النهايه. يعني مبروك علينا، اصعب بطوله دوري عدت علينا في الفتره اللي فاتت كلها، اطول بطوله دوري. احنا النهارده خلاص بنتخلص شهر 5، الموسم اول مره الموسم يوصل لحد الوقت ده، ف يعني مبروك للبنات، يعني رجعوا وعملوا كل حاجه تقدر نقدر نعملها في الكوارتر الثالث والرابع، وكمان شخصيه البطل النهارده ظهرت جدا في الاكسترا تايم، كمان كان جيم صعب جدا. مبروك علينا، مبروك على البنات كلهم، مبروك على كابتن طارق، مبروك على كل الجهاز الفني. يعني الحمد لله بطوله غاليه جدا ومكاننا الطبيعي، يعني ده المكان الطبيعي وفي غياب سوريا كمان، فلا الموضوع كان صعب جدا. مبروك علينا، اصعب بطوله دوري في الفتره اللي فاتت كلها. واكيد كمان يعني زي ما حضراتكم شفتوا الاداء والالتزام في الملعب والالتزام التكتيكي والالتزام السلوكي للفريق. الحقيقه النهارده ما شاء الله الفرقه شكلها جميل جدا، النهارده ثلاث يعني مباريات ورا بعض بتكسب من نادي سبورتنج، واكيد ما يفوتناش ابدا ان احنا نقول نادي سبورتنج هارد لك. الحقيقه هم عملوا جيم كبير وقطوا حتى النهايه، ولكن هي دي الرياضه، اكيد بنقول لهم هارد لك واكيد بنقول للنادي الاهلي مبروك.